بس خلينا دلوقتي بقى نبدا مع حضرتكم جولتنا المريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي والناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس، هنلاقي فيه كثافات مريه. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه هنلاقي برضو فيه كثافات نسبيه. هنروح مصر الجديده وتحديدا شارع الخليفه المامون، هنلاقي هناك سيوله مريه مكمله لحد شارع وكوبري الحجاز. ومن مصر الجديده لشارع صلاح سالم اللي بيشهد سيوله مريه كبيره. لو فضلنا ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مريه نسبيه في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضه، هناك برضو في بعض الكثافات البسيطه. مكملين معاكم جولتنا بشوارع الجيزة، وفي سيولة مرية نسبية على محور صفت اللبن. السيولة هتبدأ تقل وهتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة. كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات، لكن محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وفي كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية من شارع العشرين حتى الطلبية. المحور فيه كثافات مرية للقادم من أكتوبر حتى محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات دي مع ساعات الذروة الصباحية. مكملين معاكم لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم من بنها بيشهد سيولة مرية بتقل قبل الدائري، وبتحصل كثافات أسفل الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق وإنشاء كوبري دوران للخلف، لكن المتجه إلى بنها في أيضا سيولة مرية. القادم من شبرا بنها ومتجه إلى منطقة شرق القاهرة مدينة نصر ومصر الجديدة من الأفضل إن هو يسلك محور الفريق العصار، ولو رحنا للطريق الدائري هنلاقي سيولة مرية بتقل عند بعض طلعات الدائري. ونكمل معاكم جولتنا ونروح اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هنلاقي كثافات موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كمان كثافات مرورية عند محطة الرمل، دي بتبدأ تقل لحد ما بنوصل لشارع عمر لطفي، ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. وبكده انتهت جولتنا المرية. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.